السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعين الكرام لقناة نينا تي في. اليوم جبت لكم وصفة تيراميسو اللي كنت ديجا درتها معكم من قبل، ولكن هذه الخطرة بطريقة أخرى. إن شاء الله تعجبكم لأنها طريقة سهلة. فوالا، نبدأ ديريكتومون بالمقادير تاع الوصفة لنهار اليوم. أول حاجة عندي سكر غلاسي، عندي فخاز، عندي الماسكاربون دو تاع 250 غرام. تحبي تستعملي نفس يعني حسب الكمية، عفوا حسب الكمية تاعك. عندي مادلين او شوكولا، عندي 3 حبات بيض، عندي شوية حليب وسكر فاني. نجيب زوج باسينات، باسينة واحدة نديرها الصفر البيض والدوزيام نديرها البياض البيض. نحاول اني نفرق صفار البيض على بياض البيض بهذه الطريقة. ابخي قلت لكم نسيو نخبطو هذاك البياض البيض بالباتور بهذه الطريقة، نسيو نطلعوه بيا بالباتور. قبل ما نطلعوه نديرو له شوية سكر فاني، كيس سكر فاني، نديرو لها سكر غلاسي، واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة، فوالا 5 مغارف كبار تاع سكر غلاسي. نكمل نخلط بيها بالباتور. نسيي نخبطها بيان بالباتور حتى نتحصل على ان كريم. فوالا بهذه الطريقة. ومن بعد نجيبو الباطة تاع الماسكاربون، نفرغوها على صفار البيض. هنا انا استعملت زوج باي تاع 250 غرام، يعني كلش 500 غرام. فوالا نكمل نخبطها بيان مع صفار البيض بهذه الطريقة حتى نتحصل تاني على ان كريم. ونزيد نفرغ عليها كيس سكر فاني، ونكمل نخلط بيان بالخلاط بالباتور. فوالا بعد نجيب لا كريم الاولى اللي خدمتها تاع بياض البيض، نكمل نخلطها مع صفار البيض، لا كريم دوزيام تاع صفار البيض. نسي نميلونجيها غير بالعقل بهذه الطريقه. صدقوني هاد لا كريم بزاف بنينه، كيما نعرفوا ماسكاربون يعطي ذوق رائع وهو الاساس تاع تيراميسو. يكذب عليك تيراميسو اللي بلا ماسكاربون ماشي تيراميسو تاع الصح. ابخي نجيب هذاك المادلين، انا المادلين تاعي هنايا فيه شوكولا من الداخل ويجي بزاف طري، يعني الا شمختو شمخو غير شويه بالحليب ماشي بزاف. نديرها في كيسان سبيسيال اللي ديريهم تيراميسو، وتحكمي كيما قلت لكم تشمخوها شويه هكا بالحليب ومن بعد يشرب هذاك الحليب. ابخي نجيبو لا كريم تاعنا. تزيين كل وحده وحره في التزيين كيفاش ديرنا، بديت بالكاطون بعد درت لا كريم، ومن بعد نسي نقطع الفخاز بعد ما غسلته، نحكم نقطعه بهذه الطريقه ونديرو من الفوق. فوالا نزيد نجيب المادلين تاعي، نزيد نديرو من الفوق لافخاز بهذه الطريقه. هي وصفه جد وسهله، يعني تقدري ديريها في وقت قصير جدا، يعني ما تستكلفلكش بزاف الوقت، وبنينه نفس الوقت وهي جد رائعه. بالنسبة لتيراميسو يعني كل واحد وكيفاش يخدمها في دارو، كل واحد كيفاش كاين
ديري غير بسكويت مخيف الحليب وتحطيه، ولا كاطو ولا البودوار ولا اي عفسه يعني تقدري ديري بها. انا سيت هذه تاع المادلين وشوكولا عجبتني بزاف، سبورسا حبيت نبارطاجيها معاكم. والطبقه الاخيره نعاود نرجع ندير فيها لا كريم تاع ماسكاربون بهالطريقه، نسقمها ونخليها كامل تكون بلا باش من الفوق كي ندر عليها شوكولا وبودغ تعطينا شكل رائع يعني. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا جبت الشوكولا تاع الحليب، نسي ندر عليها غير من الفوق بهالطريقه، تحكمي صفايه وتفرغي فيها هذيك الشوكولا وتخبطيها وتبقى هي وحدها تسيح. فوالا سي تو، يعني فريمون لي فاسي. وهنا درتها في الفريجيدار وخليها تبرد وتاكليها وقت ما تحبي. وفي الاخير نقول لكم ما تنساوش ديروا لي جيم، تابوني في القناه حتى يصل لكم كل ما هو جديد.